الله يمسيكم بالخير جميعا، قولوا آمين. أسأل الله أن الله يعافي كل مريض ومريضة، أن الله يرفع مأبهم يا رب العالمين، أن الله يكتب أجرهم على صبرهم، وأن الله لا يختبر صبرنا يا رب. ومساء الخير واذكار المساء يا صاحبي. لا بأس بذلك يا وطن، لا بأس على الإطلاق. It's okay mate. الله يسلمكم من البأس، الله لا يذيقني ضيمكم، الله لا يذيقني ضيمكم يا رب. يعني ما ذوق البأس فيكم، أبشركم أنا بخير وأموري طيبة. طلع التحاليل قال الدكتورة مكتوب عندك في النتائج أنه ناقصك جو بارد ووجه حسن. قلت والله هذه كلها يا دكتور تركتها بعسير. قال أصبر وتصبر إن شاء الله، وعليك بالهدوء وضبط النفس. قلت أبشر والأمور اللهم لك الحمد، أبشركم كلها تمام الدوام. ونازل تقضى بعض الأغراض البيت، وستر يا رب لك الحمد. جايبني مبروك مبروك مبروك، أول حصانة في البرايمات ورجوعك إلى البرنامج، تستاهل. وما لبست الغطرة البيضاء عبث يا سعود، مبروك العودة. يا رب ربي من جهلك أقفى وقلبي زعلان. أهل عمان والله ما هو غريب. وش يعني؟ مطر طبعا وصلنا. اذا انك تقدر تعبر يعني، مع اني ما اتوقع في تعبير. اول شيء الف يا الربع، شوف يعني ما شاء الله تبارك الله، شوف الاطلاله، شيء على الاطلاله جعل ابوك الجنه. شيء ايش في انكسر خاطرك؟ اقرا الصد انا جبت حقك ولا شلون بالله؟ كيف ثم بالله استوعب انا؟ ها احنا جايين بالستانس، جايين بالستانس، جايين بالستانس، جايين بالستانس. احنا ليش ليش انت عامل انت وين الطياره؟ اي والله عطى عطى يستاهل، عطى يستاهل، عطى عطى عبد العزيز، عطى عطى سيف، عطى اضربه. الشباب يتحدوني وانا معروف في التحديات، ملك التحديات. التحدي ثلاثة، اللي يسمع انا والله ما ادري شو اقول، راح انهم والله لاني انا اللي مصحيك. والله اني انا نقدر عليها لاني انا بقوم الساعة 9 وبصحيهم كل ابوه. ما في انا ما بتكلم، لاني انا امس اللي صحيتكم بصحي من الظهر وانتم صاحيين الساعة 4، واليوم بعد بصحيكم، واول واحد يصحى يجي دائما الطرفين. والله العظيم اني اتحداك ان عبد العزيز يكون اول واحد يقوم، يمكن زاد يمكن، اما هذا والله هذا انسان. اوكي اللي بيصحى اول واحد ترى اثنين بيعطون هدايا، يا غدا يا كذا يا هلا ما برقص تمام؟ هذا هو. ثانيا انا الحين برقص، انتم تطلعون تتعشون تكون سولفون، انا الحين بنام، فلذلك انا ضامن الفوز. ولكن يا عزتي لهم من تعبهم، ابتعبهم لانهم تحدوني، فيني شر كبير ودي افرغ فيهم، فخلكم جاهزين. طبعا مقفلين بن سابر، نعم زايد بن سابر الشدري، نعم من اهل الشدري، الله يطول. احتاجها في اسرع وقت طال عمرك، لان الله يحفظك حتى انت والله كفو، الله يطول عمرك، ادري والله، الله يسعدك، شكرا، الله يحفظك ان شاء الله. لا اعطاني احمر ولا شيء، مستحيل. وش اللي اعطاني احمر؟ بس قال شويات وتجيك البطاقه، وبمزمز عليه ومزمز، ما عليه ما عليه، بس ما عليه. ابشركم البطاقه دي.
والله العظيم نوريكم ما عليه. يا حليلة حليلة يا حليلة يا حليلة حليلة صاحي ولا أتعبك؟ عندك أحد خيارين، يعني أتعبك. صح ما شاء الله، ظلام وهدوء ونوم. مشان ايش فيديو؟ صبحك الله بالخير. شوف خيارين عندك، صاحي ولا تعبك؟ جاوبي، خليك معي صريح. ما اقدر، يطلع ان شاء الله يطلع. نعم سعد. مين أنا بنت؟ يا أخي أنت حق سوى ده ما يا كثر والله المعزة على والغلا والمحبة يا أبو فهد، يا كثر المحبة يا ود سبحان من يعني قبولك يقطر سبحان الله. أنت الحين أنت مصدق تصور وجهي وجهك عشانك صايدني نايم وجاي قبلي؟ تصور وجهي يا ود ولا الله يهديك ولا حاط منبه وتحرص ولا وش؟ اسمع هذه خذ القاعدة في التاريخ، شمعة تحداني في أي شيء، أي شيء خاص أمر فيه هدية فيه غدا عشاء هذه خاص إنها. أبو هالي الدين تقول يد حصل. طبعا يلعب علي طبعا كذاب. لا ما أبصر. ما صحة ولا شيء. ومحمد أنت رجال بتصحى مثير جال وتصحل زي الحصان. والله لا يوفقك يا ابن الايه. ليه؟ ابك قومي سعدمان ليه؟ طيب وش جينا احنا يا بين اول واحد يصحى؟ قوم زايد عليك اول واحد، عليك اول واحد ورع استهل وجهي قاعد اصور. قاعد تصور استهل وجهي اجيب النعلاك على وجهك. طيب بالتصوير اللي بدون قم. طيب قم جاي راقد معي بعد على الفلاش. ما برقد ما برقد تكيت اللي بسولفجي. ايوه بسولفجي تقوم من الله. قوم ساعدتك بس حين تحدينا اول واحد اصحى. زايد الله يلعنك اول واحد اصحى. يا رب اول واحد صحيت. يا الله يهديك اول مره. يا الله يهديك الحين انا شفت الجوال يصور الله يهديك. اقبيه كلام ما هو طيب. واحد اصحى. يا رب اول واحد صحيت. يا الله يهديك والله. يا الله يهديك الحين انا شفت الجوال يصور الله يهديك. اقبيه كلام ما هو طيب. الله يصلحك يا ابو ساحب. الف عليك. الساحب ما ضحك الا اللي والله يضحك وناس وبس. حبيبي يدك يا ولد. يا ولد ما نمنا زين يا ولد. ما في. توك بدري احنا ما نمنا. عشان اجيبك فطيره صلاله مع شباتي. السلام عليكم مساكم الله بالخير. يلا حيهم ويا مرحبا ومساء. اليومين هذه نعود إلى الرسميات من جديد بعد الفاصل الإعلاني لمدة كم يوم. الله يطول عمارهم ولا يهينهم. معزومين عند ابن العم الغالي ومجمل أبو هارس حمود بن فالح الحيم. الله يكثر خيره ويطول بعمره. الله الله ونعطيكم علوم إن شاء الله شوي في علوم طايبة وتسركم. ومتعب مساك الله بالخير. ايش علومك؟ تقدم معلومات لمن؟ الطلاب. علومكم ناخذها بعدين مو ذا الحين. الطالب الثاني وينه؟ احنا مهدنا الدرب الثاني لين يودعون. نروح نجيكم الله يوفقكم ان شاء الله. طبعا اللي عندي ما يدرون ايش السالفه بنعلمهم بعدين. بيدرون ان شاء الله اثنين ذولي يحفظوا وجيههم. كنتوا بطون ما شفتوهم. ما ادري والله من غير شر ان شاء الله. بس يعني جرب يوفقكم. صدق اني بشتاق لك.
ترى مو من قلب قلتها كذا. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو ماضي، الله يحييك الله يبقيك يبيض وجهك يجعلني ما عدمك الله يطول عمرك. الله يعين ود كذي لا تسوى عندي الدنيا وما عليها علي لكن لا يستغرب مع دمك اصيل واخون غالي والله يجعلني ما عدمك يجعل ربي يطول عمرك قسم بايات الله اني فرحان بالانجاز اللي سعيت فيه طول عمرك انت والله تفرح من طيب راسك يجعل ربي يطول عمرك يرزقك بر والدتك وانت سالم الله يطول عمرك واحسن ما فيك لا 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 المتابعين اللي هنا لازم عرض الوالد والله العظيم يا كل من جاء متعب بيه دي كومنت هنا شو يقول؟ يقول ان جينا ولا عبر عرض الوالدة والله العظيم اني من عصر انها من عرض في عرض من ساحنه وبي اللي يمشي لكن اللي بيجي يمشي والله كوب والله كوب يا ابو منيف جعل ربي يرزق طبعا يا ربع متوجهين المكان تقريبا له شهر في أبها عقبال يا ماخذ فوادي 100 عام ضيعتني منك وانا ما اهتديتك يا اخوان انا رقيت مع الدرج لكن جيت بنزل ابتلشت هذه والله البلش يا اخوان انا رقيت مع الدرج لكن جيت بنزل ابتلشت هذه والله البلش يا اخوان انا رقيت مع الدرج لكن جيت بنزل ابتلشت هذه والله البلش يا اخوان سلام قدنا في غابات دخلنا غابة يا الربع الحمد لله Thank you.
مرحبا والله هم اسهل يا ابو زايد. ابو حمد والله انا منبرك الايام يا عمرك سنين. ليش ما اخذت الجنوب معكم؟ ابشر والله بسعدك. ابشر والله بسعدك. تابعين الرحله اول باول. يا عمرك سنين يا رب. ابتداب هناك يتعلم بس الامور الطيبه كلها. يا اني ما حرمك والله اني صادق. الله يطول عمرك. مرحبا والله جعل ابوك في الجنه يا حبيبي. والديك ما يجون النار الله يطول عمرك. مرحبا والله ومسهلا يا ابو ظافر. الله يحييك. وهذه والله الساس المبروك. الصوره الاخيره دائما تخليها رسميه ختاميه. ختاميه. يعني ما خلاص تراك مقصر معنا. لا باذن الله. يعني والله دائما متميز في كل شيء. الله يطول عمرك. ما نجلى من بعدك. تعالك تسع. يعني ما خلاص. لا انت لا عدد راسك. تدري ايش الزين؟ نبي نشوف صورتك في السناب. يعني ما خلاص. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. شاكر الله يطول عمرك. عليكم ونطيبكم. وبعضكم واكثركم ما تروح على الدعوه، انا داري حتى لو عنده ومن خلاه عندي، وانا عارف ان الشيء هذا. ومرحبا والله ومسهلا. السنه عيدين واليوم الثالث. والله هذه ودي اني عد كل واحد يسمع على هالمنبر اللي قدرنا وشرفنا وجانا. اليوم قام المقام قام ربعنا وبنعمنا السود. وانا احب اسمهم وانا خادمهم في الكبيره. وفي الصغيرة فأقول مرحبا ومسهلا شرفتونا وكرمتونا بوجودكم وحضوركم. اليوم زايد المرداح دبل خلاها مليون مرة، قال الولد معاد ولا خلا، لكن مثل قال الولد مليون مرة اللي لبيت الدعوة يجلسونه. أنا ماني بعزان أبوي جعل ربي يخليه لي، ماني مو بعزان يقطع الوطنيين ويوزعها ولي عزم ربي ولي عملي قال يقول لي هذه 8 زايد المرداح. لكن حريصين على وجودكم ونبغى السبب اللي يجمعكم. فمرحبا والله ومسهلا شرفتونا واكرمتونا. صوروا بن عمي ان محمد الدريم اذا قاله لازم عنده سالي كبير ولا صغير انه يخلصك. الرجل هذا من مكه ما الحق جزار ولا الحق علومها الطيبه ولا الحق وقفاتك ولا مصافيطه ولا الوقفه اللي ما يوقفها حتى نخرخه الا هو محمد الدريم. فيا والله وجهي اشكرك قدام من عمي لان اليوم شايش وما تقول لي طايش طايش وما تقول لي بكى وقلت ما اذنت فاذن ولدي باليمين وقلت لي صار الدور كبدك وكبد ابيك وترى مكتب الدرين في السنين وخرمك يا محمد واقول الله يجعلني وخرمك فرحت الله يجعلني وخرمك ويطول عمرك والله ما الحق جزاك ولا علومك الطيبه مرحبا مالك مدافع على محمد الدري مساكم الله بالخير أخوكم سامي الزهيري من جمهورية اليمن. بالنسبة لمحمد الدري أشهد الله شهادة أنه ما مدح رجال لا يستاهل المدح. فلا صدق اللي يقول لك المدح في وجه الإنسان مذمم. محمد الدري أبو مهدي خير على الناس كلها. وأنا من أول هم الجمهورية اليمنية. والله يكثر خيرك يا محمد وزيد من الرجال أنه مثالك. أخوي عبد العزيز بن محمد. ولد عمي وتاج راس. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير جميعا. اول شيء طيب علي الطلاق ما نحبك الا بنحب ودعتك. اللي كل ما يغني عليك والله العظيم انه يسود غلاك يسوق لانه لا احد يوقف علينا. في نجوم قلت يا ابو مهدي عندي هذا المكان قال لك لهمك ودقيت على الثالثه يا ابو مهدي ما عندك مجال قال لك لهمك واليوم يا ابو مهدي يوم المجال اهدوا انفتح يوم المجال اهدوا انفتح علي مطلعك الحالي الصالح انك عندي قعود من المجال هو على حشاب المجال كم كم يا ولد الموضوع عندك يا ابو المجال يفتح لا عاد هرج لا عاد هرج مطلوب مطلوب ما بسمع منك مطلوب بس اسمع 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 ما نسمع ما نسمعك افعولك ما قبلت يسمع الكلام كله كلمه طيبه ما فيها ما بها علي بن حرب لا علي بن حرب علي بن حرب نعم ما فيه يا ابو مهدي انتهى الكلام حنا رفيقنا اللي دورناه ولقيناه ما عاد نجيه حقه لو نقدم له ايش ما نقدم بس الله يبي وجهك يا ابو مهدي انا مجال مجال قلت هذا حقك الله يعافيك
يا مبارك والله مبارك ليش ولا لا ها زين ونا ونا دا ونا دا طيب وانا صادق يا اخوي يعني اهديك هديه دي لا لا انت امان دي ثمانيه وراك عائله امان تسنافي لو مو بتمدح لو تدري والله اني عارفك الله مره ساعه المبر اقول لا ما تتصور انت شوف البيعات بس يصورك ما يدري يصورك انت شاهي متعب على ممشى الرياض مقابل الخزان الله يجعل ربي يبارك له ويوفقك متعب الله يجعله المبروك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تعالى المبروك اني اول شيء ما جيت لا على الدعوه ولا جيت على جيت على اعلان العجوز الله يجعل ربي يوفقك أنا ما تجي عشان العروض بس لا لا ولا شيء ولا شيء ما تشمل الرجال ما تشمل جهنم دراز وش علوم طيب بخير ما شاء الله تبارك الله الله يجعل ربي يبارك فيك فهد تفضل فهد خوي خلاص انتهينا وش علوم طيب بخير الله يسلمك طول عمرك والحبك والزنجبيل والنعناع والمجنون ايش المجنون هذه هذه يطعم السلام لا تجربها والله مديني مره ومرتين ثلاث وعشر الله يجعل ربي يبارك لكم ما شاء الله 250 ارحب ابو ظافر مرحبا بملايين الله يحييك تحيا المطر الله يسلم ارحب الله يمسك بالخير ابو علي يا مرحبا ملايين الله يسلم ابو ظافر وش علوم عزيز الذي اسد كلمه لا اسعد والله ما خدنا اسد من غير الكافيهات ابغى امشي والله لا يدرون اهل السلام ايش حننتظر ليه تقوينا هنا تمام صدق والله احنا انتظر واحد من اخوينا مع سياره سبورت ولا جانا من الساعه 8 انذرنا بس عادي ما راي شيء وكت ما في الا هو اصلا ما في بديل يعني ما في الربع والله الذي لا اله الا هو لا هو باعلان ولا اي شيء انا اطلق حلقه قد شفتها في حياتي ما اقدر اقول شباب ايوه مدي ايه حلو لان كذاب اول مره تجربه ها؟ إذا قلت بيت أمي سوي لي فطور كم شيء مو اللي كريمة سعود في ذمتك كم قعدنا نتضارب على الكافي ذا في ذمتك والله أربع مرات أوكي ثق بخياراتك لا محمد إيش تقول بيت سعود ما في جوائز امسح الكرة يا سعود سعود ترى ما في جائزة خذ الكرة امشي إيش كيف يمغط كيف بعد أنت انتبه أيوه يلا حماس يا عيال حماس ايوه صلاح يا لعروق قلبي وبعد شيت وصل جميل فوق مدني ويوم هذا عمري اللي فات وباقي العمر يا بدي ولا عبي مثل لعبات هذا بعنا رمز الشجاع